Space Tool. Space Tool. قناة شباب المستقبل. تشاهدون اليوم. اسم الكوكب أكشن. مكانه مجموعة كواكب. Space Tool. شعاره الخير هو الأقوى. أدواته تقنيات متطورة تصل إلى حد الخيال. سكانه أبطال تشهد لهم المحن. جمهوره عشاق الإثارة والغموض. كوكب التحدي والمخاطر نعمل فيه بضمير ساهر نقاتل أمصار الشر تتلحق الأحداث في أكشن أسرارنا ألغاز معاني حياتنا لها دواني ندافع عن الأبرياء أكشن كوكب الإثارة والغموض Space 2 زج Space 2 قناة شباب المستقبل قناة شباب المستقبل أصدقائي صديقاتي تحياتي لكم لقد اشتقت إليكم كثيرا وكما هي العادة أصدقائي سأطرح عليكم أسئلتي وسأستمع إلى إجاباتكم وعليكم أن تقولوا الإجابة بسرعة وبنشاط وحيوية سأتلقى فقط هل اتفقنا على هذا أم لا؟ نعم حسناً صديقتي سؤال سهل وبسيط أخبريني اقتربي قليلاً اقتربتي؟ هل نعم. اقتربتي لجين بسرعة وبنشاط وحيوية هيا قولي نعم نعم أخبريني هل تعرفين ما هو لون الفيروز؟ نعم الأزرق الفاتح ما اسمه بالضبط؟ صح ما اسمه ماذا يطلق عليه؟ ما هو لون الفيروز؟ أي؟ التركوازي لا والفيروزي أيضا أليس كذلك؟ نعم نعم؟ نعم صح؟ نعم شكرا لك يا صديقتي لقد كانت إجابتك صحيحة شكرا لك الفيل الفيل الكبير الغرفوف ماذا؟ الغرفوف نعم صح من الخرطوم شكرا لك يا صديقي لقد كانت إجابتك صحيحة شكرا لك وسأتلقى اتصال أهلا جدا هل تعرف ما عدد أرجل أم 44 44 قدما نعم يا صديقي لقد كان جوابك صحيحا هل أسئلتي صعبة؟ لا سنرى جميعها أعرفها شكرا لك يا صديقي واسمح لي أن أتلقى فقط فكري به قليلا نعم أنت تعرفين الفراشة بلا شك نعم الفراشة جميلة وألوانها رائعة أليس كذلك؟ نعم كم رجلا للفراشة؟ ولا رجل ولا رجل رجلين رجلين صديقتي رجلين لا ليس رجلاني فقط ستة قولي لي الإجابة للمرة الأخيرة هل هما اثنان أم ستة؟ ستة متأكدة؟ نعم نعم شكرا لك صح للفراشة ستة أرجل يا صديقتي أحسنتِ لقد كانت إجابتك صحيحة قليلا لأنك في مرحلة أعلى ما رأيك هل أنت مستعدة؟ نعم هل تعرفين ما هو شعاري؟
بالطبع. راقب، حلل، سد، ثم أجب. أحسنتِ يا صديقتي. والآن سأطرح عليكِ سؤالاً، هل الإسفنج حيوان أم نبات؟ حيوان. صح، حيوان بحري. حيوان، صح. أحسنتِ أحسنتِ، لقد كانت إجابتكِ صحيحة 100%. الإسفنج حيوان. شكراً لكِ، واسمح لي أنا البحرية. حيوان أنا شخصياً أحبه كثيراً. الدلفين. صح صح، نعم إنه الدلفين. أحسنت يا صديقتي سحر. شكرا لهذه المساعدة. سأعود لأتلقى هواتفكم بعدها. طابق ألوان كوبونات حروف كلمة أندومي الموجودة في الأكياس، وعندنا لك ريالات بالألوف و12 ألف كرتون أندومي مجاني. التفاصيل في المحلات. أصدقاء نيو بوي يقدمون أجمل التسالي مع أشهر الشخصيات الكرتونية المحببة. أرسم وألون، لوحاتي ستصبح أجمل والرسم سيبدو أسهل. ألون بطلي المفضل بالألوان السحرية. الألوان السحرية، مهارة التلوين، مهارة التلوين وجمال الألوان السحرية. كل رسومي بالألوان السحرية ستبدو حقيقية. وكيل التوزيع الوحيد في المملكة العربية السعودية، مكتبات تهامة، مركز الجملة، جدة، شارع 70، هاتف 671-300-619-8769. قناة شباب المستقبل. عدنا. والآن أصدقك فقط أن تفكر فيه قليلا جدا. حسن، هل أنت جاهز؟ نعم. حسنا، هيا. شيء له أسنان ولا يعض، هل تعرف ما هو؟ المسك. أصدقائي، أسئلتي اليوم جدا سهلة. نعم، لقد كان جوابك صحيحا يا صديقي خالد. بسيطا، عليك أن تفكري قليلا فقط. هل أنت مستعدة؟ نعم. حسنا يا صديقتي، ما هو الحيوان الذي تبدو عظامه من الخارج؟ سهل جدا، حيوان نحبه كثيرا، صغير الحجم. صغير؟ قربها لي قليلا. هيدا، هل هو؟ سأعطيك احتمالات. هل أنت جاهزة؟ هل هو السحلية أم السلحفاة أم الطائر؟ هل هو السحلية أم السلحفاة أم الطائر؟ أنت لا ترينني، انظري إلي جيدا. هل هو السحلية أم السلحفاة؟ السلحفاة. ماذا قولي لي للمرة الأخيرة؟ له عظام من الخارج تبدو واضحة. الطائر له ريش. هيدا السحلية. لا، ليس السحلية، لم يبقى إلا السلحفاة. لم يبقى إلا السلحفاة يا لهيدا. السلحفاة، قلت لك ذلك. أنا أريد أن تجيبيني إجابة واضحة وصحيحة، لا تترددي. أنا عندي سلحفاة. حسناً، ألا تبدو لها الهيكل من الخارج كالعظام؟ بلى. إنها قاسية، أليس كذلك؟ وهي تختبئ فيه. نعم، عندما تخاف تخبئ رأسها فيه وجسمها أيضا. شكرا لك يا نهيدة، واسمحي لي أن أتلقى. ما هو لون الياقوت؟ سهل جدا، أزرق.
صديقتي. لقد الآن، هل أنت جاهزة؟ نعم. أخبريني، هل يغلق السمك عينيه عند النوم؟ لا. صح لا، ولكن لماذا؟ هل تعرفين؟ إجابتك صحيحة، ولكن أريد أن تعرفي، أريدك أن تعرفي لماذا لا يغلق عينيه عند النوم؟ هيا هيا سأخبرك الجواب أنا. إجابتك صحيحة، لا تخشي شيئا. لا يغلق عينيه لأنه لا يملك جفونا. هل هذه المعلومة جيدة؟ نعم. احفظيها جيدا، لا تنسي ذلك أبدا إن شاء الله يا كونان. شكرا لك يا صديقتي، وإلى اللقاء. ما هو الكوكب الذي يسمى بنجمة السماء؟ هل تعرف؟ ما هو السؤال؟ ما هو الكوكب الذي يسمى نجمة السماء؟ أقصد المساء، نجمة المساء. أنا أعتذر منك يا صديقي. ما هو الكوكب الذي يسمى نجمة المساء؟ ساعدني يا كونان. أنت تعرف الكواكب؟ الزهرة. نعم الزهرة. هل هذا هو الجواب؟ نعم نعم صح، إنه الزهرة. أحسنت يا صديقي. قصيرة، ثم سأعود إليكم بعدها. Space 2. اجمع صور البوكيمونات، اذكر اقوى الشخصيات، ابسط صورة قرب الصورة، دع حقك بثبات. بوكيمونات بوكيمونات بوكيمونات. اجمع صور البوكيمون المحبب إليك 5 بواحد. في كل علبة تجدون 4 صور لاصقة وصورة تركيبية. اجمعها الآن. بوكيمون. ماذا؟ مجموعة كبيرة من أشرطة الفيديو لأعمالكم الكرتونية المحببة. يا سلام. انتظروا، هناك خبر سار. ما هو؟ اجمع من 10 إلى 20 طرفا من أغلفة أشرطة الفيديو واحصل على مجموعة من الهدايا القيمة والمتنوعة من منتجات نيو بوي. تيشيرت، أشرطة فيديو، أو ساعة تحمل رسماً لشخصيتك الكرتونية المحببة. كل هذا وأكثر تجدونه لدى مكتبات تهام. قناة شباب المستقبل. عدنا. مرحبا بك يا صديق. وهي أن النظافة من الإيمان، فيجب علينا أن نهتم بنظافتنا، وأن نغسل أيدينا قبل تناول الطعام وبعده، وأن نغسل أسناننا أيضا. ولهم ولكل من أرسل إلي معلومات مهمة، أليست هذه المعلومة هامة جدا؟ والآن سأطرح عليك سؤالا سهلا جدا. الهديل، فهل تعرفين ماذا يسمى صوت البلابل الجميل؟ سهل جدا، ساعدني يا كونان. الحمام صوته هديل، والبلابل ما اسمه؟ ماذا؟ هل هو نهيق؟ سأساعدك يا صديقتي. هل هو نهيق أم تغريد أم هدير؟ تغريد. ماذا؟ تغريد. تغريد بحرف الغين. قولي تغريد. تغريد. أين حرف الغين؟ تغريد. حسناً يا صديقتي، تدربي على لفظ حرف الغين. شكراً لك، لقد كانت إجابتك صحيحة. اسمحي لي سأطرح عليك سؤالاً طويلاً ولكنه سهل جداً، صدقيني. هل أنت جاهزة؟
جاهزة؟ نعم. فكري فيه قليلا فقط. حسنا. الأحذية تقول 10 قاموا بتقشير تفاحة، واثنان وثلاثون قاموا بأكلها، ونزلت في بطن واحد. كيف ذلك؟ دعني أفكر يا كونان. هيا فكر يا صديقتي. كونان، هل تسمح لي أن تعيد السؤال؟ حسنا بسرعة. 10 قاموا بتقشير تفاحة. لقد عرفت. ما هو الجواب؟ هي أصابع اليد والأسنان والشخص الذي أكلها. أكلها؟ نعم. والشخص الذي أكلها؟ نعم يا قلة. جيد جدا، أحسنت يا صديقتي. هل إجابتي صحيحة؟ نعم إنها صحيحة، قلت لك أحسنت يا صديقتي. هذا يسمى صوت السلاح. ساعدني قليلا يا كونان. ها صديقتي، ماذا سأقول لك؟ هل هو مثلا عواء أم سبيس تو؟ شباب المستقبل. عدنا. أهلا بك يا صديقتي، مر إليه جيدا. متى تم الأخذ بنظام البصمات الأصابع كدليل دامغ في المحاكمة؟ سأعطيك مجموعة من الاحتمالات، ما رأيك؟ نعم. هل هو في عام 1941؟ في عام 1910 أم عام 1850؟ عيد السؤال. 1941. هل فهمت السؤال؟ نعم. في أي عام؟ 1941. نعم صح، جيد جدا. هل ساعدتك أنا أم أنت عرفتي بنفسك؟ ساعدتني. شكرا لك يا صديقتي، لقد كانت إجابتك صحيحة. هذا أعطني سؤالا سهلا. سؤالا سهلا، حسنا. أنت تعرفين الغراب بلا شك. نعم. ما لونه؟ أسود. جيد، ولكن ليس هذا السؤال. هل تعرفين ماذا يسمى صوت الغراب؟ أرجوك ساعدني قليلا. صوت الغراب ليس جميلا عادة، أليس كذلك؟ نعم. هل يسمى اسمعي جيدا، هل يسمى نباح أم نعيق أم نقيق؟ نقيق. هل إجابتي صحيحة؟ لا، ليست الإجابة صحيحة. النقيق يطلق على الضفادع. شكرا لك يا صديقتي، واسمحي لي أن أتلقى. هل هو نعيق؟ أعطيني اسماء. ها أنا ذا أعطيك كثيرا من المعلومات المهمة. لا تنسوا أبدا أصدقائي، اجعلوا شعاركم راقد ثم فكر وحلل ثم استنتج وأعطني الجواب الصحيح. شكرا لكم أحبتي من كل أنحاء الوطن العربي، ألقاكم في الحلقة القادمة. إلى اللقاء. انتهت رحلتنا في كوكب أكشن. انطلق.
قناة شباب المستقبل.